يقول: عندي خاتم مصنوع من الفضة وفيه فص، فهل يجوز لي لبسه؟ فص منين الفص؟ الفضة يجوز، الخاتم من الفضة لبسه الرسول صلى الله عليه وسلم، يجوز اتخاذ خاتم من الفضة، إنما المحرم الذهب، لا يجوز الذهب للرجال. نعم، فإذا كان الفص من الذهب لا يجوز له، أما إن كان من الفضة أو من المعادن النفيسة لا بأس. نعم.